أم الشهيد لما شافتك قالت لك ايه؟ قالت لي كلك منه وقدامك العمر طويل. الجملة دي هزتني قوي، يعني انا طلبت ان انا اكلمها فيديو، كنت يعني نفسي يعني ده يحصل، بس كنت مقلق هي هتوافق ولا لا، وكنت خايف ان هي تعيط لما اكلمها، بس طلع الموضوع غير كده خالص. ده ادتني باور وطاقة في المكالمة، هي المكالمة موجودة معانا يعني، اديتها الاعداد، ادتني باور ان انا ما بقاش مثلا مهزوز، او ان انا ابقى في يعني الرهبه اللي هو بكلم ام الشهيد فممكن تعيط فانا اتعاطف فالموضوع لا، لقيت لا المكالمه دي جميله أمهات جدا. الشهداء أقوياء جدا، يعني أمهات الشهداء أقوياء وأبطال، وورا كل شهيد ورا كل بطل أم في البيت ست قوية، ست بتدعمه وبتصبره طبعا وبتقويه وهي اللي خلته بطل. والله هي فعلا هي السبب، يعني هي السبب بعد ربنا، مستحيل يكون هو حد بالشجاعه وبالقوه دي الله يرحمه يكون مش وراه ام عظيمه زي دي، يعني زي الحاجه فاطمه ربنا يديلها الصحه. عايز اقول لها انا بحبك جدا والله العظيم، يعني الست دي عظيمه وجميله كده، والابتسامه في وشها مش بتفارقها، ويا رب تدوم ابتسامتها يا يا رب. رب.